ما معنى تسوية الصفوف في الصلاة؟ وهل يلزم من ذلك تعديلها؟ معناه تعديلها وسد الفرج فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقك، وهل إلصاق الكعبين والمناكب يعتبر من تسوية الصفوف الواجبة؟ الإلصاق لا، لكن ما يكون فيه فرج واضحة، يقرب بعضهم من بعض، يقرب بعضهم من بعض ولو لم يلتصق بعضهم ببعض. نعم.